مع انطلاق الموسيقى العسكرية بدأت جولة أعضاء البرلمانات العربية والآسيوية داخل أقسام متحف القوات الجوية بحضور عدد من المسؤولين. هذا الموقع ينتمي إلى القوات المسلحة المصرية، والتي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فتح الله عليكم مصر فاتخذوا فيها جندا كثيفا، ذلك أنهم خير أجناد الأرض. الحقيقة اللي احنا شفناه النهاردة والوفود شافته النهاردة انطباع طيب جدا جدا. المنطقة العربية كلها بتحس بالأمان لوجود القوات المسلحة المصرية. احنا قمنا بترتيب الزيارة دي طبعا للبرلمان العربي الأسيوي عشان نوري اخواتنا من العالم العربي واشقائنا من اسيا. طبعا القوات الجوية من ركائز القوات المسلحة اللي بيدخل يشوف تاريخ الطيران، الطيارات الحربية، البطولات اللي قامت بيها مصر، كله بيفرح لما بيشوف البطولات الحربية المصرية. تم استعراض تاريخ سلاح الجو المصري منذ إنشائه وأهم الطائرات التي دخلت الخدمة وشاركت في الحروب الماضية. استعرض تاريخ القوات الجوية من أول ما تم إنشاء السلاح 1932، وصولا طبعا للوضع الحالي اللي احنا وصلنا له دلوقتي، إن القوات الجوية أو سلاح الجو المصري من أقوى الأسلحة الجوية في المنطقة العربية. احنا طبعا يعني بنحاول نوصل تاريخ القوات الجوية للممثلين عن البرلمانات العربية خلال زيارتهم لمصر. الجولة لاقت إعجاب الوفد، خاصة الأسلحة التي شاركت في الحروب العربية والطائرة القاهرة 300 والتي تم إنتاجها في ستينيات القرن الماضي بالاشتراك مع الدول العربية. التاريخ الذي يسجل أولا قبل العطاءات والإنجازات البطولية للقوات الجوية الباسلة في مصر هي صناعة الطائرات المصرية بستينيات القرن الماضي، كان إنجاز تاريخي. الدولة رقم 6 على مستوى العالم لتصنيع الطائرات الحربية نظرا لمستلزمات الصمود والتصدي والدفاع عن القضايا وخاصة القضية الفلسطينية ضد العدو الإسرائيلي. الطائرات رائعة وجميلة، وأكثر ما لفت نظري هي الطائرات التي هي صناعة مصرية بالتعاون مع جمهورية الصين الشعبية، فهذه خطوة متقدمة لأن الدول بشكل عام لا تستطيع النهوض إلا من خلال الاعتماد على الذات وخاصة الإنتاج المحلي فيما يتعلق بالأسلحة والمواد الأخرى. يحتوي المتحف على قاعة النشأة التاريخية التي تتضمن مجسم لطائرة خشبية وجدت في إحدى المقابر الفرعونية لتؤكد أن قدماء المصريين أول من عرفوا علوم الطيران وعدد من الطائرات ذات الطرازات المختلفة. كما يتضمن قاعة بها مجموعة صور نادرة توثق مشاركة القوات الجوية في الحروب المختلفة بدءا من الحرب العالمية الأولى والثانية ودور القوات الجوية في العدوان الثلاثي مرورا بحرب الاستنزاف ثم حرب أكتوبر المجيدة. تابع وفد البرلمانات العربية تاريخ إنشاء سلاح الجو المصري بين جنبات متحف القوات الجوية، والتي تحمل بين جنباته مجسمات وطائرات حقيقية تحكي تاريخ إنشاء سلاح الجو الذي دافع عن تراب الوطن. منذر أبو دوح، النيل.